السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة، لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. إذن في فيديو اليوم سنتحدث عن كيفية تقوية الرغبة الجنسية والقدرة الجنسية أيضا، وتخطي العديد من المشاكل التي تصادف سواء الرجال أو النساء في حياتهم الجنسية. نعرف أن كل زوج يريد تحسين قدرته الجنسية للاستمرار في حياة زوجية أفضل، لكن قد يواجه كل من الزوجين مشاكل جنسية تتعلق بالضعف الجنسي وحتى البرود وانعدام الرغبة، ويرجع ذلك للعديد من المسببات المتعلقة بالسن وأخرى صحية كأمراض الأوعية الدموية والاضطرابات العصبية والاكتئاب، إضافة إلى تناول بعض الأدوية التي تسبب هذه المشاكل. كما لا يجب ألا ننسى دور الغذاء، إن هناك بعض الأغذية والعادات الغذائية التي تؤثر بشكل سلبي على صحة الرجل والمرأة الجنسية وتسبب للرجل العجز الجنسي. إذ نعرف أن الدورة الدموية يجب أن تكون مثالية لإحداث الانتصاب، وهذا يعني أن من المهم تجنب الأطعمة التي تعمل على منع تدفق الدم وبالتالي تسبب العجز، بما في ذلك أذكر الأطعمة المصنعة إذ تحتوي على إضافات تسبب ضعف الانتصاب والعجز الجنسي. أيضا كل أنواع البطاطا المقلية وغيرها فمن الأفضل تجنبها، لأنها قد تسد الشرايين وهذا يؤثر على الدورة الدموية وبالتالي يعزز فرص عدم القدرة على الانتصاب. الدهون أيضا، إذا أن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة ليست جيدة من أجل حياة جنسية صحية. أيضا الأطعمة السكرية، يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على السكر المكرر، إذ أن من يتناول هذا النوع من الأطعمة لديه مشاكل جنسية. أيضا الصوديوم، يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح، لأن الصوديوم يهدد الصحة الجنسية ويفاقم مشاكل الانتصاب. لا ننسى أيضا الأطعمة المجمدة، هي مضرة بالصحة وتحديدا الصحة الجنسية، فهي تؤثر على الانتصاب بشكل واضح. إضافة إلى ذلك الأطعمة المعلبة هي أيضا من الأطعمة التي تسبب العجز الجنسي، ويفضل الاستمتاع بالأغذية الطبيعية فذلك يكون صحي ومفيد، ومن ذلك تناول السلطات بكثرة والخضروات، هذا يكون أفضل بكثير من تناول الأطعمة المعلبة. إذن اليوم أقترح عليكم يعني خلطة رائعة جدا، هي لذيذة جدا ورائعة المذاق، لكن في نفس الوقت لها مفعول السحر في علاج العديد من المشاكل إن أنتم داومتم عليها. إذ سننطلق من عمل يعني وصفة مغذية جدا تمد الجسم بالكثير من العناصر اللازمة للحفاظ على صحة جنسية جيدة. إذا لعملها سأحتاج أولا إلى السمسم، إذن حبوب السمسم مفيدة للصحة الجنسية بشكل كبير، والحقيقة أن السمسم مصدر جيد للزنك الذي يساعد على إنتاج هرمون التستوستيرون الذكري والحيوانات المنوية. سأحتاج أيضا إلى مكون آخر وهو اللوز. اللوز من الأغذية الغنية أيضا بالزنك وسيلينيوم وفيتامين ه، وكلها عناصر تزيد من الصحة الجنسية، حيث أن انخفاض الزنك يسبب انخفاض الحيوانات المنوية، كما أنه يعمل على إنتاج الهرمونات الجنسية ويعمل أيضا على زيادة الرغبة الجنسية. أضف إلى ذلك احتواء اللوز على أحماض الأوميغا 3 والتي لها دور هام في حماية القلب من الأمراض وبالتالي زيادة القدرة الجنسية. سأحتاج أيضا للجوز أو عين الجمل من المكسرات الغنية بالعناصر والمركبات الغذائية الفعالة التي تساعد في الحفاظ على الصحة العامة بما في ذلك الصحة الجنسية للرجل والمرأة على حد السواء، وذلك أنه يسهم في زيادة تفاعل الإشارات العصبية المرتبطة بالإحساس مع خلايا المخ، وهذا ما يزيد من الرغبة الجنسية والنشوة الجنسية. كما أنه يحتوي على مواد فعالة تنشط الدورة الدموية وبالتالي تحسن من تدفق الدم إلى مختلف أعضاء الجسم وبالأخص الأعضاء التناسلية، وبالتالي يزيد من نشاط وفعالية هذه الأعضاء ويزيد من استطارتها. الجوز أيضا
يزيد من الحيوانات المنوية، وبالتالي يساعد في علاج ضعف الانتصاب الذي يعاني منه الكثير من الرجال. سأحتاج أيضا إلى مكون آخر وهو العسل. إذا العسل يقوم بزيادة القدرة الجنسية أيضا لاحتوائه على مجموعة فيتامين باء، كما أنه يحتوي على مواد مهمة لتنشيط القدرة الجنسية وزيادتها بشكل كبير، بحيث يحتوي على فيتامينات تسمى بفيتامينات الخصوبة. هو رائع جدا وغني عن التعريف. طبعا يجب أن يكون عسل حر طبيعي. وسأحتاج إلى مكونات أخرى وهما القرفة والزنجبيل، مسحوق القرفة ومسحوق الزنجبيل، إذ يحتويان هذان العنصران على مواد طبيعية تتميز بفعاليتها على تنشيط الدورة الدموية وتوصيل الدم إلى الأعضاء التناسلية، مما يساعد على الوقاية من ضعف الانتصاب وسرعة القذف. فهذين المكونين بمثابة منشطات طبيعية تساعد على تنشيط الرغبة الجنسية وإعطاء الطاقة والحيوية للجسم. هذان العنصران يزيدان الحيوانات المنوية عند الرجال، أما عند النساء فهذين المكونين فلهم القدرة على تخليص المرأة من الروائح الكريهة التي تتسبب بها وجود البكتيريا والجراثيم والميكروبات في منطقة المهبل، وذلك لاحتواء القرفة والزنجبيل على مضادات أكسدة قوية تقضي على البكتيريا والميكروبات التي تتراكم في المهبل وتسبب الرائحة المزعجة. كما أن هذان العنصران يخلصان المرأة من مشاكل جفاف المهبل والتي تصيب الكثير من السيدات وتتسبب لهن في كثير من المشاكل الجنسية. إذن كانت هذه المكونات بمختلف فوائدها فيما يخص الصحة الجنسية. لنمر الآن لعمل هذه الخلطة. إذن أول شيء سنقوم به هو تسخين المكونات، لذلك سأحتاج لمقلاة سأضع فيها كل المكونات، لا بأس في خلطها، يمكنكم تسخين كل عنصر على حدة لكن أفضل تسخينها كلها دفعة واحدة. نقوم بتسخين الكل على نار خفيفة، طبعا مع تحريكها فقط نسخنها قليلا، ليس كثيرا، ليس حتى لدرجة الاحتراق، وإنما فقط قليلا حتى تسخن فقط، طبعا تابعوا التحريك حتى لا تحترق. إذا بعد أن قمت بتسخين جميع المكونات جيدا، يعني قليلا فقط، ليس هذا لدرجة الاحتراق وإنما فقط سخنت جيدا، سأقوم الآن بوضعها في المطحنة الكهربائية لطحنها. بالنسبة للمقادير فلكم الاختيار، أنا اخترت أن أضع 3 ملاعق من اللوز، 3 ملاعق من الجوز، وثلاث ملاعق من حبوب السمسم. الآن سأقوم بطحنها جيدا. طحن الكل جيدا، سأضيف الآن ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل وملعقة صغيرة من القرفة، سأضيفها للكل، وطبعا سنخلط هذه المكونات بالعسل. بعدما قمت بخلط جميع المكونات سنأخذ القليل من هذه العجين ونقوم بعمل كرات بهذا الشكل، ثم نقوم بوضعها في حبوب السمسم. لا تكثر العسل كثيرا حتى لا تأتي رخوة، يجب أن تبقى متماسكة. إذن استمروا بهذا الشكل حتى تكملوا جميع الكرات وستحصلون على كرات بهذا الشكل. إذن بعد الانتهاء ستحصلون على كرات بهذا الشكل، منظرها رائع جدا وهي لذيذة جدا جدا، ستحبون مذاقها، يمكنكم تناولها
القدر الذي تستطيعون، على الأقل 3 مرات في اليوم. تأخذون كرة صباحا وأخرى يعني في وجبة الغداء وأخرى مساء، لكم الاختيار. هي لذيذة جدا، يمكنكم حتى أيضا إعطائها للأطفال، هي مقوية ورائعة جدا، لكنها يعني ستفيدكم جدا في حل العديد من المشاكل التي تخص الصحة الجنسية، وهي مقوية للرجال والنساء، فعلا رائعة جدا ولذيذة بمكونات الكل يمكنه تحضيرها في المنزل، والمكونات سهلة الإيجاد وبسيطة. إذا أتمنى أن تكون هذه الخلطة قد نالت إعجابكم ونالت استحسانكم. لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركة الفيديو مع غيركم حتى يستفيدهم أيضا. وإن كان لكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات، لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقع مساحة الحياة، وانضموا للجروب على الفيسبوك. وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.